بيتر ماست كام دولاري ويلسون على شمس فيها. مرحبا بكم مرة أخرى في بوان جمعيتي، وسعيد جدا باستقبال منسقة مشروع بالجمعية التونسية للزراعة المستدامة نداء طريقي. نداء مرحبا بك، أهلا وسهلا. سلامة، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. أمن الغذائي بين غياب السياسات وتفاقم الأزمات، اخترنا العنوان هذا في فقرة الكلمة اليوم. الكلمة ليهم. نداء الطريقي، باش نحكيو اليوم على السيادة الغذائية والأمن الغذائي، ولكن بعض الناس ما تعرفش الفرق ما بين الأمن الغذائي والسيادة الغذائية. شنو هي الفرق ما بيناتهم؟ يمكن نورزة تزيد الدعم لنا أكثر هذه الفكرة، تفضل. شكرا. فعلا هو على المستوى الكونسيبت فما فرق كبير، نحكيه برشا على الأمن الغذائي. الأمن الغذائي بما يعني توفر الغذاء، لكن بدون يعني توفر غذاء سليم وأبغدابل للناس، كلكو سوا منين جاي من وراء البحر، من جاي من دول أخرى، من دول جاي من دول أخرى، ولا جاي محليا يشبه لنا، وإلا غذاء واحد آخر غريب علينا، ما هوش إشكال معناها. لكن الكونسيبت نتاع السيادة الغذائية يحط الفلاح في الفلاح والثقافة الغذائية للمواطن في صلب الكونسيبت هذا. يلزم الغذاء المتوفر يكون غذاء محلي، يكون منتج محليا موجه، الانتاج يكون موجه للمستهلكين المواطنين، ولكن زاد متناغم مع الثقافة الغذائية المحلية، ويكونوا يعني السيادة الغذائية تعطي أكثر استقلالية لنا، باش نكونوا مستقلين غذائيا ومناش في تبعية للدول الأخرى، سواء أجوار وإلا دول أخرى في العالم. طبعا خاصة نحن تو في حالة جائحة، وشفنا كيفاش حركة التجارة العالمية في جائحة كوفيد تعطلت ياسر، وكان ثم ريسك وقتها في هل أنه نلقاو كيفاش نجيبوا القمح ولا ما نلقاوش. الأسئلة هذوما اللي طرحوا هما لجيتيم على الأخر، لكن إذا دا يكشفوا أنه أحنا الأمن الغذائي متاعنا إذا كانوا هو ما هوش قائم على سيادة غذائية وعلى إنتاج محلي، نجموا نلقاو رواحنا في دي سيتواسيون خايبين ياسر في وقت الأزمات العالمية، وإلا في وقت الأزمات حتى المتعلقة بالتغيرات المناخية، على خاطر الأمن الغذائي ما يخوش بعين الاعتبار طرق الإنتاج اللي يعتمدوها الفلاحين. فإذا كان نوعية الزراعة تكون انتنسيف مكثفة جدا وتستعمل ياسر ماء وتستعمل ياسر مبيدات وتهلك الأرض والماء، ما هوش إشكال قد ما هو بالنسبة من منظور السيادة الغذائية إشكالية كبيرة ياسر، على خاطر السيادة الغذائية تدعم الفلاحة اللي هي مستدامة وتحافظ على الموارد وعلى مستقبل الأجيال القادمة وحقوق الأجيال القادمة. نوراني جاي، كاينها تشبهنا الضحى، كاينه واحد عام كامل هو يخدم ولباس وشهريته قوية، ولكن ما يخبيش فلوس، ولكن في كي وقت تجيه أزمة يلقى روحه صرف فلوس الكل وما عندوش حتى، نقولوا احنا بلغتنا العاميه، تفتوفه مخبيه في البنك باش ينجم يعدي بها كالشهير اللي هو يعيش فيه الكريس. والا وقت يقصوا عليك البذور، ما عادش يبعثوا لك البذور، تلقى روحك ما عندكش باش تنتج يعني المحصول نتاعك في تونس. يعطيك الصحه. ولا اذا كان يقصوا عليك لامونيتر اللي صاير توا في البلاد، توا فما برشا فلاحين عاملين مظاهرات على نقص ماده لامونيتر في الاسواق التونسيه، بحكم انه الانتاج متعطل والتوريد متعطل زيادة. وقت اللي نشوف ما الوزارة شنو عملت في الأزمة هذه، عملت تحليل للتربة في بعض المناطق، مثلا في ولاية الكيف نلقى 70% من اللي زيشانسيان اللي خذوهم من الأراضي، أراضي فقيرة. وعليش الأراضي فقيرة هذه؟ على خاطر أساليب الزراعة المستعملة، أساليب معتمدة ياسر على الكيمياء. شو معناتها فقيرة؟ سمحني ضحى، كي تقول نادي سمحني ندى، كي تقول فقيرة يعني ما تنتجش بالقدية، ما فهمتكش.
أراضي فقيرة، معناها أراضي فقيرة جدا في أملاح. المعادن والأملاح آه واضح. والمادة العضوية اللي منها تتغذى النبتة. خاطر شنو هي الأرض؟ مجموعة من المكونات ومجموعة من الأملاح اللي منهم النبتة تمتص. وقت اللي تبدأ الأرض الثقيرة، يلزمك أنت تعطيها مدخلات فلاحية سواء كيميائية وإلا الغبار اللي يسميوها، باش هي تنجم تنتج. كي ما عندكش انت، ما جيبوش من برا، والا الانتاج المحلي ما كفاش. دونك تلقى الارض نتاعك صغيره، ماكش باش تنجم تنتج بنفس الطريقه، يعني ما تنجمش تربح بنفس الطريقه. تلقى روحك كفلاح نوعا ما المدخول نتاعك باش يتضرب. والحلقه اللي تدخل فيها هذيك، اذا كان ما تربحش انت، تنجم بعد تلقى روحك اندتي في قروض، في جمله من القروض. وفما عباد اللي وصلت السايب اراضيها، نحكيو من 2018 على 12 فلاح سايب الارض، معناها خلينا نتفاعلوا معاك ترى في نور تفاعل الكعبيه. معاك ندي، انا البارح جوستومون كنت نحكي مع اصدقائنا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وصديقنا ياسر اليوم عطاوني فكره على الموضوع، خاطر الحقيقه ما كانتش عندي فكره عليه. يا اخي مالك، علاش احنا قول قايل اليوم نحكيو على السياده الغذائيه في جمعيتي؟ على خاطر اون بريفيزيون للاحتجاجات اللي قاعده باش تصير على مستوى الفلاحين، واللي هي توا صايره ديجا. مثلا ناخذ المثال نتاع بنبله، واللي هو صار فيه اتلاف المحصول نتاع الفلفل الكل على خاطر فما مشكله في البذور. كي جيت نوج عليه ودعما لكلام ندى، نلقى انه فما مشاكل على عديد المستويات. ساعه رقم واحد، الفلاحه ديما يشوفوا البذور اللي جايه من برا، يستعملوا البذور، يحبذوا انهم يستعملوا البذور اللي جايه من برا على البذور المحليه. علاش؟ على خاطر الانتاجيه نتاعهم عاليه. مالك معناها كريت كي تزرع البذور اللي جايه من برا في العام الصابه اللي تجيك خمسه مرات قد اللي تزرعه في ليزانكونفينيون نتاع هذا. ليزانكونفينيون انه تفقر الارض رقم واحد، البذور ما تعرفش معناها شيء، تستنزف يعني الارض، تفقر الارض وتستنزف، تستنزف الارض، والبذور هذوما ما تعرفش الكومبوزيسيون نتاعهم شنو هو الشيميك. وممكن ندي زاد تنجم ترجع لي الموضوع هذا. وهذا منين جاي مالك؟ نجيو نلقاو انه حتى البذور المحليه هما فما قانون يمنع على الفلاح انه يستعمل البذور اللي ماهيش سيرتيفيه. ماهيش سيرتيفيه من عند شكون؟ ماهيش سيرتيفيه من عند بنك الجينات. مالك نلقاو انه عديد البذور التونسيه ماهيش سيرتيفيه. مالك ومالغري سا الفلاح يستعملوا فيها؟ لا، ما هما ماهمش يستعملوا فيها. هذاك علاش يمشيو يستعملوا زاد البذور الاجنبيه، نو سولمون على الانتاجيه العاليه نتاعهم، وزاد على خاطر برشا عديد البذور اللي موجوده في تونس ماهيش سيرتيفيه. ونجيو نلقاو انه الحلقه الكامله من خليه الارشاد الفلاحي اللي هي توصل المعلومه للفلاح على شنو هو كيفاش تزرع وشنو البذور اللي تستعملها اتسيتيرا، نلقاوها مركزه اكثر على الجانب نتاع البذور الاجنبيه ومش على البذور المحليه اللي هي على الدوام. مالك من شانها انها صحيح تعطيك اقل انتاجيه في العام، اما كي تجي تشوف على المدى الطويل، وذاك علاش نادي تحكي على الزراعة المستدامة على المدى الطويل، من شأنها أنها تحفظ الأرض وتحفظ المعادن اللي في الأرض وتخلي الأرض خصبة مش تستنزف الأرض. ونلقاو هوني خاصة مالك في معناها توا أوكي نحكيو على الفلفل ونحكيو على الطماطم وتسيتيرا، من نلقاو زاد حتى في القمح وحتى في الشعير وحتى في الزراعات اللي موجودة في تونس الكل يتم استيرادها من برا، واللي هو يمثل خطر على البذور المحلية على خاطر بشوية بشوية باش تنمحى البذور هذه. ممكن ندي كان أنت زاد عندك أكثر معلومات على شنو صاير بالنسبة للفلاحين وفي علاقتهم بالبذور الأجنبية، وشنو هو المشكله اللي صار الخليج تونس كدوله عندها سياده تستعمل البذور نتاعها المحليه وتردهم سيرتيفيه باش ينجموا الفلاحين يستعملوهم في الاراضي نتاعهم. اي باش ما نزيدش نسالك ناديز ده سؤال مركب كبير بعد تفاعل نتاع نور. لي سبوت بيبليسيتير اللي كنا نشوفهم في التلفزه الوطنيه قبل على الارشاد الفلاحي وانت حكيت عليهم، سهلين ومبسطين للفلاح واي فلاح ينجم يفهمهم، ما عادش نلقاهم موجودين. يعني كنت مره في القداش هكا وني حد سبوت هكا في اول تلقاها على الحرايق في اول سيزون تاع القمح والشعير، ما عادش نشوفوهم برشا. تفضل ندى. للاسف الارشاد الفلاحي ضعف برشا كيف ما ضعفوا بقيه المرافق العموميه في تونس. معناها اللي يخرج خيط ما يتعوضش، والكهرباء اللي تصيح ما ترجعش، وبرشا في معناتها بحكم التوزيع في يعني بحكم التوزيع الماليه العموميه وبحكم سياسه التقشف ما تمش اعاده الاستثمار في انه نلقاو مراكز حاضره وقادره انها توجه الفلاح. وتجديد لي سبوت، سامحني ندى، تجديد لي سبوت بوبليسيتير اللي تعداو في التلفزه مش تعدي سبوت نتاع التسعينات، هو بيدو
باش تعدى في 2020 على سيزون تاع الحرائق. وعلاش نخلطوا حتى لين يتم اتلاف محاصيل يا مالك باش نحكيو عليه هذا الموضوع به. هذا معناه اي ندى هو طبعا لازم الوزاره تواكب العصر ولازم يدخلوا في التحليل نتاعنا كل الظواهر الجديده اللي داخله علينا كسوا اذا كان عندنا امراض جديده ولا كان عندنا تغيرات مناخيه جديده اللي ولينا نحكيوا هذا كنقولوا لو سوجي دو نوتغ ديسيني هذا هو اللي نحكيوا فيه اكثر شيء لكن نقاو ضعيف ياسر في مستوى الارشاد الفلاحي لكن جوستومون نحبك تركز ندى لانه الموضوع اللي حكيت فيه نور مهم جدا حكيت البذور اللي يستعمل فيها الفلاح اليوم حبيت نقول لك انه نقص الارشاد يخلي الفلاح لشكون يلتجأ للبائع والا للصاحب وجاره هاي انت شو عملت هنا انا باش نعمل كيفك والا البياع نتاع الزريعه ولا لي برودوي فيتوسانيتير اللي هما الاسمده الكيميائيه يا شنو نعملها هو يقول هما مش بالضروره مختصين الناس هذوما فيصير utilisation خايبة للمواد الكيميائية اللي احنا ديجا بطبيعتنا نشوفه انه ما يزمهش تحط اصلا في الارض تصير البذور هذية ينصحوا بها على الانتاجية نتاعها كل شيء لكن اللي ما يقولوش على البذور أيوة. انه عم جاكي تزرعها اول حاجه تجيب لك منتوج ماهوش ما يشبهش للمنتوج نتاع العام اللي خديتها فيه وثاني حاجه سا كاباسيتي باش انها تطلع لا كاباسيتي دو جيرميناسيون لو بوفوار دو جيرميناسيون طايح ياسر اذا يبقى روحه الفلاح في ضروره باش انه يعاود يشري العام الجاي والحاجه هذيا اذا كان احنا جينا محافظين على الزرار على القديمه نتاعنا اللي هما بنك الجينات تو يحب يحاول يعاود قاعد يرجع لكن ما عندوش كل شيء كنا نجم ان يكون عندنا اقل انتاج لكن ابن ومتوالم اكثر مع طقسنا ومناخنا ويحارب اكثر الامراض. نفهم من كلامك ندى طريقي منسقة مشروع بالجمعيه التونسيه للزراعه المستدامه كونه ضيعنا الجينات نتاعنا هكا نتاع البذور اي بالضبط احنا توا الوزاره قاعده تخدم في لي بروجرام نتاع من وقتاش ضيعنا سامحني من وقتاش ضيعنا احنا من عام 94 من عام 99 وقت اللي صححنا على قانون 42 سنه 1999 اللي ينظم طريقة المتاجرة ومسالك التوزيع وغيرها من البذور عطينا عملنا كنقولوا قائمة رسمية متاع زريعة وإلا متاع بذور هذيك اللي الوحيدة اللي عندها الحق تكون متوفرة في المارشي في السوق على مستوى على مستوى السوق صف كو هذه القائمة هذه باش نجم تدخل فيها يلزمك يلزم الزريعة نتاعك الغيطون ا سيغتان كريتير يلزمها تكون فيها بعض المواصفات والمواصفات هذه تنجم الزريعة المحلية اللي هي متوارثة أبن عن جد نو غيبون با لي كريتير هذوما دونك ما تدخلش في الكتالوج اوفيسيال كي ما تدخلش في الكتالوج اوفيسيال ما نجموش نلقاها في نقاط البيع دونك الزراعة المحلية نتاعنا قاعدة متوارثة في لي كوميونيتي عند الناس في دين الفلاحة في أراضيهم لكن هي غير مرخصة للبيع والشراء على مستوى المسالك الأصلية على مسالك التوزيع المرخص بها من الوزارات. نور تفضل في تفاعل صغير لأنه ما عاش عندنا برشا وقت في تفاعل معنا دي فما هوني ديمونسيون أخرى مالك ولا جانب آخر لازم ناخذوه بعين الاعتبار اللي هو شركائنا الأجنبيين في الموضوع هذا بالخصوص مالك ما يلزمناش نقعدوا في تبعية أجنبية على خاطر نحكيو على سيادتنا كدولة تونسية على المستوى الغذائي لا سوفرينتي اليمونتير وهذاك معناها صحيح عندنا عديد الشراكات مع الدول الاجنبيه وبالطبيعه يعني الدول الاجنبيه الاوروبيه ولا غيرها هما يساعدهم انهم يبيعوا لنا البذور نتاعهم اما اسكو احنا تخدم مصلحتنا كمواطنين وكمواطنات واسكو تخدم سلامتنا كمواطنين ومواطنات نقطه استفهام وهذاك علاش احنا كمجتمع مدني ممكن الخدمه اللي تخدم فيها جمعيه اللي تنتمي لها ندى خدمه مهمه ومهمه جدا وراو انا بالنسبه لي انا الموضوع هذا لازم يكون من اولى الاولويات السياسيه ولازم نحكيوا فيه
على اعلى مستوى على خاطر راهو سا دوفيان دو بلوز اون بلوز اورجون. نادا تحكي انه ضيعنا عديد البذور توانسه. صحيح فما كلك بذور مازالوا اجا سيدي نمنعوا شنو اللي مازال نعملوا على الاقل الفالوريزاسيون نتاعهم. باهي نادا اللي قاعد يخدم في خدمه مزيانه برشا ندعموه ونحاولوا مدينتنا بعضنا نحن نكونوا شبكات للتبادل البذور ونتبادلوا حتى الخبرات في كيفيه الكونسيرفاسيون نتاعهم في كيفيه ان نوزعوهم زاده باش الناس تكون عندها اكثر سياده على المنتوج نتاعها وتنجم انها تنتج بدون مدخلات كيميائيه زايده عن اللزوم. نحبك تجاوبني في اقل من 30 ثانيه. احنا تو موجودين في السياده الغذائيه في الامن الغذائي ماناشنا في تونس في السياده الغذائيه حسب ما فهمت من كلامك ويظهر لي ما نجموش نحكيه اليوم على سيادة غذائية لأن في تابعية للدول الخارجية في مسألة البذور والمسائل هذه. بالضبط بالضبط هذا هو ومش كان مسألة البذور مسألة السيادة الغذائية مسألة متعددة الأبعاد فيها المدخلات الفلاحية كما هي البذور كيف ما الحاجات اللي نحطوها في اللاز كيف ما فيها زادة طرق الإنتاج وكيف فيها زادة العلاقة بالمستهلك. احنا المستهلكين متاعنا توا في ما يمشي للسوق ما يعرفش منين السلعة متاعه تجي ما شكون يعرف منين قاعد ياكل. شكرا. يعرف ما كلتو شنو فيها احنا بينا ما نعرفوش ناكل واحنا ما نعرفوش المطعم تبدل وكذا على العلاقه. اذا نخدموا على العلاقه المواطن لازم يدعم الفلاح ويولي يشري من عند الفلاح مباشره باش هكاك نوفروا له سيوله ونطلبوا عليه سلعه نظيفه وهكاك احنا زوز ربحين. شكرا. ربحين السيادة الغذائيه وربحين صحتنا. شكرا. نداء الطريقي منسقه مشروع بالجمعيه التونسيه للزراعه المستدامه بتونس. احنا حطينا العنوان قبليك امن الغذائي بين غياب السياسات وتفاقم الازمات. بالله اميمه حمام بدلها السياده الغذائيه مش الأمن. مهم والله بالحق مالك راهو سوجي مهم مهم صحيح جدا صحيح يعني زلنا نحكيو فيه يعني وقيت ما علاش نخلطوا حتى لين سيي ما عادش عنا يا نور يا نور ما بين نداء ونور وضحى برشا يعني موضوع اللي نحطوا عليه صوابعنا نلقاوه فيه برشا مشاكل امنيتي نهار نطرحوا موضوع في تونس ونقدموا الحقيقه نتاعو ان هي حقيقه سعيده ماهيش حقيقه فيها بعض المشاكل كي كنا نحكيوا فيها توا. ندوه صحفيه للندوه الصحفيه لوزير الصحه التو المفروض لحداش ما بداتش حتى التو تقريبا نص النهار غير دقيقتين ندوه لحداش تبدا نص النهار هذا كان بدايه نص النهار مازلنا شوفوا شوف الناس تستنى توا في اجراءات اذا كان ثم اجراءات بطبيعه الحال ان شاء الله ربي يحمي تونس الناس الكل تلتزم بالاجراءات الوقائيه ما غير ما نعودهم توا يظل الناس الكل تعرفهم لانه تقريبا على مده عام كامل نحكيوا عليهم. شكرا لك نور الكعبي يعطيك الصحه وميم حمام في اللايف ستريمينغ تلقاو كافه فقراتنا موجوده على صفحتنا شمس افام ايضا وسام جلاسي مشكور شويه اخر نفيسه حسني في الاخبار وحمزه الملومي بعد شويه في انجح في حياتك علي بوزويده ان شاء الله جمعه جايه يرجع بحذانا تحيات مالك الخالدي في